مشاهدينا اهلا بكم الى فقرة الرياضة اليوم التي نبدأ بكرة القدم، حيث سيكون بايرن ميونخ الالماني بحاجة الى معجزة كي يقف حائلا دون تأهل برشلونة الاسباني لنهائي دوري ابطال اوروبا للمرة الثامنة في تاريخه، وذلك عندما يستضيفه يوم الثلاثاء على ملعب أريانز أرينا في غياب الدور نصف النهائي. ويبدو البايرن الذي يشرف عليه مدرب برشلونة السابق بيب غوارديولا يبدو في طريقه إلى توديع المسابقة القارية الأم من الدور نصف النهائي للموسم الثاني على التوالي على يد فريق إسباني، لأنه سيكون من الصعب جدا عليه تعويض الهزيمة القاسية التي مني بها ذهابا في برشلونة بثلاثية نظيفة بعد أن انحنى أمام عبقرية النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي سجل ثنائية ومرر كرة الهدف الثالث لفائدة البرازيلي نيمار. Wir sind sehr zufrieden, ins Halbfinale hier zu sein. نحن سعداء لأننا في الدور النصف النهائي، لقد خسرنا بثلاثة أهداف لصفر ونحن نواجه أفضل فريق في أوروبا في 15 عاما الأخيرة، ولكنها مباراة واحدة، سوف نبذل قصارى جهدنا، علينا أن ندافع بشكل جيد، أدرك أنه علينا أن نهاجم والجميع يقول ذلك، لكن قبل ذلك يتعين علينا أن ندافع بشكل صحيح وبعدها سوف تكون المباراة مفتوحة على كل الاحتمالات. Extra müssen wir gut verteidigen und nach diesem Spiel, das Spiel wird sich selber nicht mehr. من جهته يخوض برشلونة نصف النهائي للمرة 11 في تاريخه والسابعة في آخر 8 مواسم، ويدخل المباراة منتشيا بانتصارها على ريال سوسيداد بهدفين مقابل لا شيء وتعادل الريال مع فالنسيا، هو الأمر الذي جعل الفريق الكتالوني يقترب من إحراز لقب الليغا. وتكمن قوة برشلونة وكما هو معروف تكمن في قوة الثلاثي ميسي نيمار وسواريز الذي قضوا إلى الفوز في 28 من أصل مبارياته الثلاثين الأخيرة في مختلف المسابقات والمحافظة على سيره الخالي من الهزائم في مبارياته 18 الأخيرة، وذلك بتسجيل 112 هدفا حتى الآن. يذكر أن برشلونة أحرز اللقب 4 مرات عام 1992 و2009 و2006 وأخيرا عام 2011. ليس من الممكن أن تكون مرتاحا أو أن تلعب بدون ضغط في مباراة بالدور النصف النهائي من دوري أبطال أوروبا، أولا لأنه يجب أن تلعب دور المهدئ والمؤطر للاعبين، لأن مباريات من هذا الحجم تحتاج لتعامل خاص جدا، وبالتالي من الواجب أن تتحكم في طموحك ومعنوياتك من أجل تحقيق المنشود. وصف لويس تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني وصف الخلاف حول حقوق البث التلفزيوني بين الرابطة واتحاد اللاعبين والاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم بالمزحة، وذلك في تصريحات أدلى بها عقب اجتماع عقده يوم الاثنين في العاصمة مدريد. وكان اتحاد اللاعبين قد أعلن الأسبوع الماضي عن دخوله في إضراب ابتداء من يوم 16 من شهر مايو الجاري، وقرر الاتحاد الإسباني لكرة القدم قبلها إيقاف كافة المسابقات بداية من نفس الموعد المحدد للإضراب، ويعارض اتحاد اللاعبين والاتحاد الإسباني القانون الجديد الخاص بعقود البث الجماعي لمباريات الدوري المحلي بحجة أن مصالحهما لم توضع في الاعتبار بالشكل الكافي عند اتخاذ هذا القرار. نعتقد أن اتحاد اللاعبين لم يطلع أعضاءه بشكل صحيح على الفوائد التي سوف يجنونها من القانون، إذ أنه ليس صحيحا أنهم سوف يخسرون حقوقا كما جاء في مذكرتهم. كما أننا عبرنا عن إذانتنا في هذا الاجتماع لقرار الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم الذي يساند قرار اتحاد اللاعبين المناهض لرابطة أندية الدوري، وأكدنا أيضا على أن الإجراءات التي سوف تتخذ في حق الاتحاد كما أكدنا على مطالبنا أمام المحكمة الوطنية ضد الإضراب غير القانوني والذي يعد خرقا للاتفاق الجماعي مع اللاعبين. بدأ البلغاري غريغور ديميتروف مشواره في بطولة روما الدولية إحدى بطولات الماسترز للألف نقطة والبالغ مجموع جوائزها 3,200,000 يورو، بدأ بالفوز على البولوني يرزي يانوفيتش بمجموعتين للا شيء 6-3 و7-6. وكان ديمتروف المصنف 11 كان قد كسر الإرسال الوحيد في المباراة ليبلغ الدور الثاني، حيث سيواجه الإيطالي فابيو فونيني الفائز على الأمريكي ستيف جونسون.
إلى الدور الموري أيضا تأهل الفرنسي جيل سيمون بعد انتصاره الصعب على الأمريكي جاك سوك بمجموعتين لواحدة 4-6 7-6 و6-3. كما بلغ الدور الموري أيضا الأمريكي جون إسنر بعد انتصاره على البرتغالي جواو سوزا بمجموعتين لصفر 7-5 و6-3. أصبح لوس أنجلوس كليبرز على بعد فوز واحد من بلوغ نهائي المنطقة الغربية للمرة الأولى في تاريخه من أصل 11 مشاركة في البلاي أوف حتى الآن منذ أن بدأ مشواره في الدوري عام 1970، وذلك بعدما تقدم على هيوستن روكيتس بثلاثة انتصارات لواحد باكتساحه في المباراة الرابعة ب 128 نقطة مقابل 95 في الدورة الثانية من بلاي أوف دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين NBA. فعلى ملعب ستيبل سنتر وأمام 19,000 متفرج يدين كليبرز بفوزه على ديناردي جوردان، وذلك بتسجيل 26 نقطة بينها 14 من أصل 34 رمية حرة أمام جهة يوستون الذي يخوض الدور الثاني للمرة الأولى منذ 2009. فكان جيمس هاردن وكما العادة كان الأفضل بتسجيل 21 نقطة مع 8 متابعات و6 تمريرات حاسمة. وستقام المباراة الخامسة ليلة الثلاثاء في هيوستن بولاية تكساس. جوردن باي ذا واي دبل دبل 12 and 10 شوت كلوك ات 5 هاردن ديفند جريفن بول وايد اوبن 3. إذن نصل إلى نهاية فقرة الرياضة اليوم، إلى اللقاء.